سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يولي مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس في النواحي اللي في شمال الخط في كيكتار ودان السويره بحال حتى في شمال الساقيه الحمراء. اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش. الريح غادي يصوت غربي وبقوه طالعه شويه في السهول الغربيه ما بين الدار البيضاء واسفي بحال حتى في سوس والسواحل الصحراويه. الرطوبه في الجو هابطه لقل من 45% في جل النواحي ما عدا في اللوكوس والذهب فاش غادي تتعدى 50%. الحراره وسط النهار غادي تزيد تطلع بشي درجات في النواحي الوسطانيه والجنوبيه. 22 درجه في اللوكوس، 26 درجه في الاطلس المتوسط، 27 درجه في الريف، 28 درجه في المنطقه الشرقيه، 29 درجة في واد الذهب، 30 درجة في ناحية سايس، 31 درجة في ناحية عبدة، 32 درجة في الغرب درعا وناحية تافيلات، 33 درجة في الشاوية، 35 درجة في ناحية تادلة، 36 درجة في الحوز وناحية الدكالة، 38 درجة في ناحية سوس، و 41 درجة في الساقية الحمراء. إذن الحال صافي ومشمش في النواحي الوسطانية والجنوبية ومغيم شوية مضى مضى في بعض المناطق الشمالية والغربية. الريح فيه غربي ومجهد شويه في القوه ديالو في السهول الغربيه والرطوبه هابطه والجو ناشف في جل المناطق والحراره طالعه والحال سخون في غالب النواحي بالخصوص الدخلانيه والجنوبيه. وهذا الطقس غادي يزير شويه الزراعات والشجر من ناحيه الحاجيات ديالهم من الماء اللي غادي يطلعوا بالخصوص في هذه المرحله ديال تكوين النواره. وهذا علاش لازم نردوا البال للروى والندى اللي في التربه والكميات ديال الماء وقت السقا لكن بلا زيادة. وإن شاء الله بالتوفيق والله يرحمنا ويتقبل صيامنا.